تشهد مدينة حلب السورية تسارعا في عمليات إعادة الإعمار بعد التخلص من آثار الحرب تمهيدا لإعادة النازحين إلى مساكنهم. يؤكد مشاركون في مشروعات تأهيل البنية التحتية أن أسعار مواد البناء في انخفاض مستمر. نتابع المزيد عن هذا الموضوع في التقرير التالي. من رحم الحرب تعود مدينة حلب إلى الحياة من جديد. عمليات إعادة الإعمار بدأت تعرف طريقها بعد 8 أعوام من الحرب لتحل أصوات الجرافات وأدوات البناء محل القنابل والانفجارات. مدينة حلب التاريخية تشهد عمليات إعمار بوتيرة متسارعة بعدما دخلت ضمن خطة أعلنتها الحكومة السورية للتخلص من آثار الحرب وإعادة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. والله حركة الأعمار كويسة بعزاز والحمد لله، يعني في حركة وفي شغل كويس بسبب النازحين اللي اجوا من إدلب وغير إدلب، صار في حركة بالسوق وماشي الحال، عمار باتون زريقة، يعني في حركة كويسة بعزاز وبالريف الشمالي كاملا. يعني تسير عملية إعمار حلب بينما تشهد أسواق مواد البناء رواجا كبيرا أسهم في تخفيض أسعارها لأكثر من النصف، في مؤشر يشجع الشركات المحلية على الدخول بقوة في مجال إعادة الإعمار. بالنسبة للحديد يعني سعره 470 دولار يعني الطن، بالنسبة للجمنت 45 دولار الطن سعره، يعني سعره ممتاز كويس. قبل كان سعر الطن بيجي 1000 دولار. هكذا تتواصل نشاطات الترميم وإعادة الإعمار في مدينة حلب شمال سوريا، وينشط كثير من التجار إلى جانب الحكومة في المساهمة بتغطية نفقات إعادة الإعمار.